فقر في الاستثمار، فقر. وعملت مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ، طلعت الحكومة قالت ان هو عمل 182 مليار دولار مكاسب كاملة للاستثمار المصري. ثم افاجأ برئيس الحكومة الحالي بيجتمع بالاستاذ اشرف سلمان وزير الاستثمار والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي من اجل عقد مؤتمر دولي جديد للاقتصاد. هل نحن قمنا باستثمار ال 182 مليار؟